افتتح محافظ أسيوط معرض أهل المدارس بمقر الغرفة التجارية بالمحافظة. يشارك في المعرض منتجو الأدوات المكتبية والملابس والأحذية لتوفير مستلزمات المدارس، بحيث يستطيع المواطن شراء كل ما يلزم من مستلزمات مدرسية من مكان واحد بجودة عالية وبسعر مخفض. الحمد لله العارضين اللي عندنا في عندنا نسبة خصم بتبدأ من 15% لغاية 40% على الكوتشي وعلى الشنطة المدرسية وعلى الزي المدرسي وعلى السلع الغذائية، أسعار مش متواجدة بره، سكر 18، رز 22، والسلع الأخرى برضه بنسب متفاوتة تتقدر ما بين 15 و25%. جايبين الشركة المصرية مشاركة معانا، الشركة المصرية لتجارة الجملة، ومعظم المحلات الأحذية والملابس الجاهزة والمكتبات. أسعار بصراحة أقل من مثيلتها بره ب 25%. عندي السكر هنا ب 18 جنيه، والمكرونه ب 6.5، والدقيق ب 18، والرز ب 22.